ما في دول يقول والله الجهة الفلانية هي الحامية التغيير، والله أبدا التغيير ده حامينه انتو ديل وحارسينه انتو ديل. والحدث مبارح ده مثال حقيقي أنه منو الحارس التغيير ومنو القلب على التغيير. واضح أنه في جهات معينة ما عندها هم غير أنها تلتقى لها كرسي في وزارة والله في ولاية، وتظل تقاتل من أجل هذا الكرسي، كل همها وقتالها من أجل هذا الكرسي. ما شفنا لنا أي جهة والله حزب قاعد يتكلم عن الانتخابات أو بيتكلم عن الديمقراطية أو بيتكلم عن نهاية الفترة الانتقالية نحن كلنا بنتكلم عنها. ما شفنا أي واحد من القوى السياسية بيتكلم، بيمشي يقعد مع المواطنين في الواطة في الواطة هناك، هن العريانين الجعانين العطشانين في كل فيا في السودان قاعدين وبيعانوا الآن. ما في قوة سياسية قاعد تمشي تقعد معاهم، ولا في زوج قاعد يمشي يخاطب مشاكلهم، ما في، تاركنهم ومتفرغين هنا للمشادة وللمهاترة، وموجهين كل سهامهم لأن إحنا قوات نظامية. المعيار اللي بيختاروا به الناس، بيختاروا به الموظفين، جزء كبير من الدولة هو شتم العسكريين والإساءة للعسكريين. إذا أنت ما بقيت من الصنف ده ما بتلقى طريقة تقعد لك أو تدخل لك في كرسي ولا تتوظف لك في وظيفة.